بسم الله الرحمن الرحيم. في موقع جميل جدا جدا بتقدر تتابع من عليه مدونتك او المنتدى بتاعك، وتشوف الناس ايه الصفحات اللي مفتوحة، عدد الصفحات اللي مفتوحة، الناس بيشوفوا ايه بالظبط، وكم مرة، كم مرة مشاهدة، تمام، المواضيع بتاعتي اللي اتفتحت اهي، حتى اي بي اليوزر اللي بيفتح المواضيع اهو، تمام. يعني هنا مثلا عايز تشوف كذا وكذا، لو ضغطت على رابط الموضوع اللي يشاهد الآن دلوقتي هو جالي هنا اهو، تمام. طبعا ده موجود جوه المدونة، زي ما انت شايف كده. هي هو البرنامج، طبعا انا حاطط الكود بتاعه هنا علشان يفتح لي كل حاجة ويوريني كل حاجة. هو اسمه الموقع اسمه استاتس، تمام. شايفين دلوقتي عمال بيجيب لي كل بياناتي، في كام يوزر اونلاين، في 11، في كام صفحة مفتوحة، في 7، عمال يقلب لي حتى الدول اللي داخلة، الويندوز اللي هو شغال بيه، ده ويندوز اكس بي، ده شغال بويندوز 7، ده بويندوز اكس بي، ده شغال بانترنت اكسبلورر 10. المواضيع كلها اللي بتتفتح، كل اللي عليك ان انت هتسجل جوه الموقع ده، تمام. انا حبيت اوريكو من جوه الدنيا عاملة ازاي. كل اللي هتعمله انك هتسجل جوه الموقع، طبعا تمام، هتسجل بس جوه الموقع، وبتعمل لنفسك هنا في بيدعم اللغة العربية عادي، العربية الفصحى، تمام، والانجليزية وكل حاجة اهو. دلوقتي بقى عدد الصفحات اللي مفتوح 8، اليوزر 12، المواقع كلها او الصفحات كلها اللي بتتفتح دلوقتي. تقدر تتابع موقعك ومنتداك بكل سهولة، وجايب لك حتى معلومات عن كل حاجة حصلت في المنتدى عندك اهو، او في الموقع بتاعك، الصفحات كلها اللي بتتفتح، الصفحات العامة، كل حاجة عندك دلوقتي تقدر تشوفها ومراقبها عادي براحتك خالص. هذا الدول اللي دخلت، تمام، موقع جميل جدا. تقدر تشوف حتى انت مواضيعك نهيك كتيرة اللي الناس يحبوا يشوفوها والحاجات دي كلها. الموقع طبعا هحطه في الموضوع، اسمه stats.com، موقع جميل جدا جدا وهيفيد ناس كتيرة جدا جدا، حتى يعرفوا الإقبال بيبقى على مواضيع ايه عندهم، زي مطور المواقع او المدونين والناس دي كلها. شكرا ليكم. كم